المؤلم بهذا الجدار، المؤلم بهذا الجدار انه حجب عنا في بعض النقاط رؤية فلسطين. يعني العالم دائما كانت تتونس برؤية فلسطين. طبعا في اماكن لا يمكن ان يحجب الرؤية عنا، كما هذا الموقع الذي نحن عليه لانه مرتفع ولا يمكن صده باي شكل من الاشكال، بس تحكي فرسله على جوه وتخطي في المشكلة. على اي حال اعتقد انه هذه خطوة تافهة بالمعنى العسكري، بالمعنى الميداني. يعني كل العالم تعرف أنه الآن هذا لا يعني شيئاً، أنه أول شيء الجنوب يعني يطلع على منطقة يعني من تلة الحمامس وصعوداً على الوزانة ومن ثم إلى المزارع والشبع كلها يعني كشف كل المنطقة، هذا لا يعني شيئاً. الأمر الآخر من هون أيضاً من نقطة عديسي وصولاً إلى عيترون مارون الراس، كل المناطق الجنوبية بمعظمها مناطق مرتفعة. واحدة من معالم وأوجه الوهن الإسرائيلي في العام 2022 هو اللي شهدته هون منطقة عديسي قبل أيام. بهذه النقطة بالتحديد قام أحد المواطنين اللبنانيين، ما بعرف شو كان طالع براسه يعني، تسلق الجدار اللي هو عبارة عن 7 أمتار بطون مسلح و3 أمتار من السياج الشائك المعزز واللي يستخدم فيه الحساسات والاستشعار عن بعد، يعني بيبين وين تم لمس هذا السياج. المواطن اللبناني قفز وتسلق ثم قفز ثم راح وتوجه وقعد بالدشمة الإسرائيلية اللي كانت بوقتها فارغة، عادةً هذه نقطة كمان متقدمة، راح قعد هونيك ونطر. لما تأخروا صار ينادي لعساكر الجيش اللبناني اللي كانوا موجودين بالواج، أوصوا علي لحتى يجوا الإسرائيليين ياخذوني، حتى هو زهق. أحصينا تقريباً عملية العبور 20 دقيقة وما كف 10 دقائق داخل الدشمة، لحتى الإسرائيلي بعد ذلك تنبه وجهز حاله لوصل. هذا بشير إلى ضعف إمكانية أو ضعف يعني ضعف الجدار، مكان وجود الجدار لا يعطي الأمان لهذا العدو الذي يبنيه في محيط المستوطنات